وأعلاها يا أخواننا، أعلى قول الزور وأعلى المفسدات إنه زول يقع فيما يخل بالعقيدة. لاحظ في ناس في رمضان الواحد يقع فيما يخل بالعقيدة، زي شنو؟ داير يحلف يحلف بغير الله، يقول لك وحاس صيامي ده، صيامك سمح هاي لكن ما تحلف به كويس. واحد يقول لك وحات الكسرة دي، الكسرة دي مهمة لو انت حلف بها، يقول لك وحات الخوة البيناتنا. والنوع الثاني اللي عنده لو عنده شيخ وبعظمه يقول لك وحش يا اخي، ده معناه كمل لك الفهم كله. لا 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 لا، ده خرب صيامه، انت عارف خرب. عشان كده دي حياه الناس ما بينتبهوا لها. انت عارف ان العبارات السائده عندنا لما الزول يجي داري يقسم عليك بحاجه يقول لك عليك الله اقعد يا اخي، يا اخي الغدا يا اخي عليك الله اقعد، عليك النبي يقول لك. لا لا، يقول له عليك الله، زول تحلف بالله لكن ما بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم معظم سيد ولد ادم، لكن هو براء وعلمنا، قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله او اصمت. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.